مرحبا، ان شاء الله اموركم بخير. معكم حسام المصري، ريوت جيمز كوميونيتي مانجر لميدل ايست ونورث افريكا، ومثل ما وعدناكم رح نكمل ابديتس عن وضع السيرفر الشرق الاوسط للعبه ليج اوف ليجندز. رح نضلنا نعطيكم اخبار اول باول عشان تقدروا تعطونا مقترحاتكم وتكونوا معنا دائما في الصوره. وحكينا في الفيديو الماضي انه احنا رح ننقل السيرفر من موقعه الحالي لموقع اكثر استراتيجيه، وهذا الموضوع احنا لسه شغالين عليه، والابديت عنا انه رح يحتاج من 4 لـ6 أسابيع لينتقل لمكانه الجديد، فخليكم معنا. حاب احكي معكم عن موضوع التوكسيسيتي. من اخر مره حكينا بالموضوع الشهر الماضي، اشتغلنا على اكثر من شغله من عشان نواجه التوكسيسيتي. اول اشي عملناه انه احنا زدنا عدد عملاء البلاي سبورت عشان نقدر نتعامل مع الريبورتس والكومبلينتس اللي بتيجي منكم بطريقة اسرع وبجودة اعلى. تاني اشي عملناه انه احنا زدنا عدد الكلمات الموجودة بالفلتر داخل اللعبة كمان عشان نقدر نواجه التوكسيسيتي اللي بتواجهوها في الان جيم تشات. وهذا الموضوع ما كان رح نقدر نشتغل عليه بدون مساعدتكم، وبدون انه انتوا تقدروا دايما تعطونا الريبورتس والكومبلينتس اللي بتيجي اول باول عشان احنا نقدر نعطي عقوبات صارمة للناس اللي بتعمل هاي السلوكات السلبية. ان شاء الله رح نضلنا نشتغل مع بعض لانه نخلي السيرفر تبعنا يوصل لمرحلة نعتبره سيرفر صحي. اما بالنسبة للفعاليات والاحداث اللي جاية، في فعالية انا كتير متحمس لها صراحة اللي هي فعالية اركين الموسم الثاني. رح يكون في تحدي حصري موجود على سيرفر الشرق الاوسط، في منه اونلاين، في منه اوفلاين، في منه فرق، في منه كمان مواجهات وتحديات رح تكون موجودة داخل اللعبة، رح تكونوا بتقدروا فيها تتنافسوا مع بعض. والحلو بالموضوع كمان انه اي حدا موجود في الوطن العربي طول ما هو بيلعب على سيرفر الشرق الاوسط رح يقدر يشارك معنا. كان في مبادرة حكينا عنها في الفيديو الماضي اللي هي كانت على تطوير وتحسين اللغة العربية داخل اللعبة، وعطناكم مصطلح اللي هو الأدغال، وكان هو أول مصطلح صوتوا عليه، وانتوا قررتوا أنه المصطلح يتغير جوا اللعبة ليصير جنجل. صراحة أنا صوتت كمان أنه يصير جنجل. وهلأ فريق الترجمة والتعريب شغال على تطبيق هذا التغيير داخل اللعبة، ورح تشوفوه قريبا. كمان في فعالية حاب احكي لكم عنها اللي هي ME Unleashed. ME Unleashed هي عبارة عن بطولات وتحديات تنافسية رح تستمر معكم لنهاية السنة، وما بفرق اذا انت كنت ايرون او تشالنجر، رح يكون لك فرصة تشارك في هاي التحديات بمستويات مختلفة مثل كلاش تقريبا. وخليكم معنا، رح نخبركم اكتر عن ME Unleashed في الاسابيع الجاية. واحدة من التجارب المميزة اللي رح تستناكم نهاية هاي السنة هي نهائيات بطولة العالم لـ 2024 لليج اوف ليجندز اللي رح نحضرها مع مجتمعنا في مصر. التذاكر المجانية رح تكون موجودة قريبا على قنواتنا. بالنهاية بحب اختم هاي الحلقة بكمان خبر حلو. بناء على طلبكم قررنا نرجع نمط اللعب المتعدد اللي هو الدرافت بيك، ورح يكون موجود في الباتش الجاي يوم 16/10 ان شاء الله. مع العلم انه احنا اضطرينا نسكر الدرافت بيك في البداية لانه كان بيأثر على الكيو تايمز بكل الانماط الثانية، واذا انتبهنا انه هاي المشكلة رجعت بعد ما نرجع الدرافت بيك فممكن نضطر نرجع نسكره كمان مرة. وهذا كان كل اشي معنا لهاي الحلقة. نتمنى منكم انه تستمروا باعطانا ارائكم ومقترحاتكم عشان نحسن سيرفر الشرق الاوسط، وتأكدوا أنه إحنا دائما موجودين على قنواتنا وكلنا آذان صاغية. شكرا كتير إلكم ومع السلامة.